السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غنحاول نحل معادلة من الدرجة الثانية بمجهول واحد، ولكن هذه المرة في مجموعة الاعداد العقدية. دونك كنا قرينا في ار، اذا كانت الدلتا اكبر من صفر كيكون عندنا حلين حقيقيين، كان الدلتا يساوي صفر حل واحد. نفس الشيء هنا، يعني ما تغيرش حتى شي حاجة الا ملي كيكون الدلتا اصغر من صفر في ار كيكون المعادلة ليس لها حل. وهنا في مجموعة سي لديها حلين عقديين، دونك هنا ما كاينش معادلة ليس لها حل، كيكون عندها جوج الحلول إذا كانت كبر من صفر ولا صغر من صفر، وكيكون عندها حل واحد إذا كانت تساوي صفر. دونك غير هنا قلنا الفرق هو فاش كتكون الدلتا صغر من صفر. دونك كبر من صفر كما قريناهم ناقص بي، حلين حقيقيين هما ناقص بي ناقص بي اثنان ا اثنان ا. دونك دائما باش تذكروا الفرق فقط كاين في ناقص جذر الدلتا هنايا وهنا زائد جذر مربع الدلتا. نفس الشيء هنا الدلتا كيساوي صفر، كتبقى لي ناقص ب على اثنان ا، كتبقى لي ناقص ب على اثنان ا ملي كيكون الدلتا يساوي صفر. اما في حاله الدلتا اصغر من صفر فكيكون عندي ناقص ب ناقص ب على اثنان ا، كتبقى هي ناقص ب على اثنان ا. الفرق فقط كاين كنديرو هنا ناقص هنا زائد اي جذر مربع، وكي هنا كنديرو اي جذر مربع ناقص دالتا. دونك هاد الحلين هادو مترافقين، هنا ناقص اي جذر ناقص دالتا. عفوا علاش علاش كنديرو ناقص جذر ناقص الدلتا؟ لان الدلتا سالب وغندخلو للجذر المربع، يعني خصنا نديرو ليه ناقص، ولا اون جينيرال كنديرو القيمه المطلقه لجذر الدلتا باش داخل الجذر دائما يبقى لنا موجب. طب ناخدو امثله، المثال اللي عندنا هنايا هو زائد اس اثنان زائد زائد ناقص واحد يساوي صفر. دونك هنا ا و ب و س من ديك الدلتا اللي كنا كنحسبو هو عندنا ا هنايا ا كيساوي واحد، ب كيساوي واحد، و سي كيساوي ناقص واحد، لان هنا عندنا زائد سي يعني ناقص واحد. اذا دالتا يساوي ب اس اثنان هي واحد اس اثنان ناقص اربعة في ا واحد في سي في ناقص واحد يساوي واحد ناقص مع ناقص هي زائد اربعة هي خمسة. إذا خمسة أكبر من الصفر، إذا المعادلة تقبل حلين هما زد واحد، زد واحد يساوي ناقص ب، ب كيساوي واحد ناقص ب هي ناقص واحد، ناقص جذر مربع خمسة على اثنان أ هي اثنان، وتزيد جوج يساوي ناقص واحد زائد جذر مربع خمسة على اثنان ا هي اثنان في واحد هي اثنان. اذا اس يساوي ناقص واحد ناقص جذر خمسة على جوج ناقص واحد زائد جذر خمسة على جوج. هنا غناخدو مثال رقم جوج، غادي غير نزيد لهنايا زائد واحد او كيبقى عندي ا هو واحد، يعني الدلتا يساوي ب اس اثنان هي واحد أس اثنان ناقص أربعة في أ هي واحد في سي هي واحد يساوي واحد واحد هنا واحد ناقص أربعة في واحد في واحد هي أربعة، واحد ناقص أربعة هي ناقص ثلاثة أصغر من صفر. دونك أصغر من صفر هنا المعادلة تقبل حلين عقديين، إذا المعادلة تقبل حلين عقديين هما زد واحد وقلنا يساوي ناقص ب، ان هو الديريكت دونك ب هي واحد ناقص ب غيساوي ناقص واحد ناقص اي جذر مربع ناقص دالتا ناقص دالتا. دونك هنا الدالتا هو ناقص ثلاثة، اصلا الجذر ما غاديش دير عدد سالب الداخل ديال الجذر المربع، هنا ناقص ثلاثة الا درنا ليها ناقص غتولي زائد ثلاثة على اثنان ا هي اثنان.
دونك ما غاديش نختزلو غتبقى هكا. والزيت جوج يساوي دونك هذا غنبدلوه بزائد واحد زائد اي جذر مربع ثلاثة على اي اثنان. اذا هذا تساوي ناقص واحد ناقص جذر مربع ثلاثة اي على جوج ناقص واحد زائد جذر مربع ثلاثة اي على